المهم كيما كتشوفوا معنا وكي رازي الزيرو ديالو والمراه غير راه زي زواره. المهم الاخوان ساقسيت محمد دابا قلت له على حسب 100 عام الزيرو عندك ماكينه كبيره ما عندكش ماكينه صغيره كاش اسم طيح الدرجه ديال الزيرو دابا قلنا كيفاش غيطيح الدرجه ديال الزيرو محمد كيفاش دابا غادي يطيح الدرجه ديال الزيرو كنت هي ما طلعش حتى الفوق غنضربها لتحت يعني شي جوج سنتيم اذا تحت على الباند اللي عامل الزيرو دابا وموراها غطيح الدرجه ديالك ديال عادي برافو ليك اخوان هذه هي الطريقه اللي صحيحه وهذه هي الطريقه اللي كنخدم بها انا ملي كانت عندي ماكينه صغيره بنادم اللي ما عندوش ماكينه صغيره هذه الطريقه اللي صحيحه باش تطيح الدرجه ديال الخط ديال الزيزوار. دابا الدوره مزيان لاحظتوا معنا الدور دابا كيفاش اللي قلت له هذه هي فين هي باقا ما مصلوحاش الاتجاه مخيرش دابا غيكون سالير كوتشيه دابا شنو غتعمل اخي ايوب مور الكوتشيه دابا دابا نعملو 0.5 لا دابا قبل ما تعمل 0.5 غنطيح هاد الخط هاد الخط ديال الزيرو هو اول خطوه من مورا عادي كتشوف شنو غادي تعمل هي حاول تنشف يعني بفوطه مزيان ديك الكريمه اللي كاين تما باش الماكينه تبغي تزول لك الزر اجي ولا عملتي الزيرو الماكينه طي بغيتي طيح هاد الزيرو هذا شنو غادي تعمل بغاتي طيح الزيرو هذا غنعمل كوتيه بك كيفاش كوتيه غير راس الكوتيه برافو ليك صافي انا الخوت دابا كيطيح الخط ديال الزيرو ديال الزيزواره شوف لاحظتوا معايا واخا كيضرب الخط ديال الزيرو بالماكينه كيبقى واحد الخط ضعيف دابا الناس اللي ما عندهاش ماكينه صغيره ملي عند الناس ماكينه صغيره راه غادي تطيح بسهوله غيمشي معاها كامله الى المهم مي غادي يبقى يطيح الخط ديال الزيزواره غادي نوريكم عاوتاني دابا المرحلة ديال الزيزوار المهم الخط ها هو فين هو باقي ضعيف ها هو فين هي البلاصة اللي قوية ضرب فيها ما ضربش في كلش باش ما ديكش واحد الخط اخر الا بديتي كطيحها كاملة بتزوها تبقى ماشي معاها ضربة ضربة اتخلي لك الخط شي بلاصة شي بلاصة اللي قوية بحال هادوك براه المهم غيمشي معها كامله هيداك الاخوان باش ما نطولش عليكم يجي فيديو ممل يعني هيدا مزيان دابا المرحله ديال 0.5 بهذه الطريقه على حسب النيفو اللي عتمد ديال الحسانه كنت خصك الديكرادي يجي مسوح مزيان خصك تطلع في 0.5 مزيان جوج تطلع فيها مزيان حتى طيحها في بلاصتها كتخدم ديك الشي قصير يعني ما كطلعش في 0.5 بزاف او واحد بزاف او جوج بزاف كتخدم ديك الشي في بلاصتها دابا الديكرادي غيعملو مويل ما مسحش بزاف وما مطيحش في بلاصتو مويل هاي بعدي الديكرادي هاي بعدي هاي داك ومشط باش كترد تحت الظهر ديالك غيرتاح منو دابا غنعملو مرحلة جوج جوج كبيرة الإخوان ماشي جوج صغيرة مبقاتش دابا مبقاتش كتعمل ديك المرحلة ديال أختك كنتي كتخطف شي كيفاش كنتي كتشير يداك دابا لا دابا مزيانة الطريقة اللي كتعمل ديك
المهم بقى نخدموا غير في الاتجاه هذا باش ما نطولوش عليكم بزاف. خدموا اتجاه نطيحوا مرمره نطيحوا ديك اتجاه اخر. راكم معنا الخطوات اللي غادي يعمل كامله. اغلط اللي غادي نعملهم غنصحوهم مع بعضهم. تمام نكونوا رازينا من القدام. دابا كيعمل واحد واحد ونص في نفس الوقت. لاحظتوا الحسنه كيفاش بدات كطلع مزيانه دابا. بالراس ديال الماكينه ملي تطلع بزاف غير بالراس ديال الماكينه باش تطيح الخط ديالك تمايا هاديك صافي. دابا حسيت بيه هاديك علي مره سيب عينك المرايه نشوفك راه ما كتشوفش في المرايه. واخا انا معاك عينيتي نخصك تشوف راسك ديك المرايه ديال الغلط اللي قالتها. بقى الغلط غير من تماي دابا من هنا راه مصافيه مزيان الاتجاه باقي هذا الخط هذا. حاول تعمل جوج صغيره من مورا عاد عمل واحد ونص وواحد باش تزيد فينا شويه. تزول هذيك وتعمل واحد واحد ونص. دابا عمل واحد ونص باش يطيح ليك الخط هذاك اللي خدام في هذا. المهم حرفت لك شي حاجه مره قول لي وريني باش نوريك. صافي اصلا الخط ديال المبدا كيدي كامل صافي غير ما نزيدش نزول واحد الخط هذا تصنصن الاخر ما المهم خدام هي ما طلعش بزاف وصافي. المهم الاخوان بغيت غير نقول لكم على حسب دابا هو غنخليوه يخدم مره ما غنوقفش معاه حيت الكليان ديالي جا غادي نحسن له انا وغادي نشوفو الاخر مره بقى شي غلط غادي نصلحوه مع بعضنا حتى الاخر مره ان شاء الله يا رب. المهم الاخوان بقاو معنا حتى الاخر وغادي تشوفوا الغلط اللي عمل كامل وغنصلحوه. نتمنى ما يعمل حتى شي حاجه يمشي ديك شي مزيان ان شاء الله. سالي الاخوان هذه هي الاتجاه اللي كنت معاه انا فيها وهذا الاتجاه اللي عدله هو دابا. المهم الاتجاه هذا جا كامل مزيان بقى واحد الغلط شويه من هنايا الاتجاه بقى قوي بزاف. اتجاه اخر انا نوريكم كيف هنايا خفيف تما بقى قوي بزاف شويه ولكن ماشي غلط بزاف كيما راهولي والله العظيم ما صلحتلو حتى شي حاجه من هاد الاتجاه هذا مره من غير هادي وريتالو. دابا يخف شويه بواحد واحد ونص خاص يكون صافي الثالث وغيضرب شويه ديال المقص من هنا. دابا المرحله ديال المشطه والمقص هذا هو الاتجاه اللي وريته انا واتجاه اخر اللي عدل هو الراس حيت انا كنت خدام كما قلت لكم خليته يخدم الراس ودابا انا مسالي كنوريه. حاول يدك ما تشي مثالي ضرب ديك الضربه الاخر ما تطلعش يدك بزاف مشطه صافي تالي هاو صافي هاي بلا ما تطلع يدك بزاف باش ما تضيعش الوقت. دابا غندوزو الاتجاه اللور الاخوان كما كتشوفو معنا
دابا غنتي ندوزو اتجاه اللور، باقي غير اتجاه هذا ويعدل الكويفه ديالو وغنكونوا سالينا. شوف هذيك حاول هنا دائما ما تنقش بزاف على الجناب، حيت هذه ضروري خصها تبقى عامره باش تبقى الفورمه ديال الحسان. الفورمه ديال الحسان عملتيها هو هذا، خصها ضروري تبقى هذيك عامره بزاف شويه. ندوزو هنا اتجاه هذا هو يكون اخر اتجاه، غادي تشوفوا الفينيسيون، غادي نوريكم كلشي فينيسيون كامل. هي شويه عندك اتجاه هذا قدام صافي. لا لا هذيك اصلا هو يدي الشعر، يدي الشعر من هنا بهذا الاتجاه صافي، يعني تقدر تخليه خصك غير شويه من هنايا صافي. ها هي فين هي صافي، حاول ما تخويش بزاف على هذيك الضربه اللي عندو تما. دائما عينكم ميزانكم الاخوان، الكليان ديالك اللي كانت عنده شي ضربه في راسو او عنده الخوه، دائما عينك ميزانك، حاول ما تخويش ديك الاتجاه اللي اصلا ديجا عنده هو خاب صافي. المهم دابا نخليه يعدل الكوشبه ديالو كامله ونوريكم فينيسيون.